هذه الأشواط الجميلة هنا بأرضية هذا الميدان، ميدان الطي، ونحن دائما نتواصل بالحقيقة مع انطلاقات هذا الميدان الجميلة وجميع هذه الانطلاقات المميزة هنا بأرضية هذا الميدان. لا نسبق الأحداث، شوط جميل، شوط مميز يحمل شعارات جميلة ومميزة، ونتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس، إنما الأحداث الجميلة سوف تأتي في موعدها الجميل. شوط بالحقيقة يعني من الحين أقولكم شوط حماسي، شوط يولع عزمام الركض نار. لا أتكلم كثيرا وسوف إن شاء الله أتحدث معاكم. نفتتح إذاعتنا بالجنوبي، الجنوبي، ومرحبا بهل الجنوب، محمد بن يمعة بالدبيلة، النقلة على المركز الثاني، ثاني المراكز هنا مياس مطر بن سعيد بن حلوة، النقلة على المركز الرابع ولا الثالث، اللي في المركز الثالث ناصي 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 في المركز الثالث، هو من نصب نفسه بالمركز الثالث، سالم بن خلفال بالعري رابع المراكز، غير خذ المركز الثالث الدرعي، والملكي سعيد بن محمد بن حزيمة النقلة على المركز الخامس الجاسمي، وعبد الله بن حميد بن حميدان. هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة للخمس المراكز دعناها عليكم بالوفاء والتمام، والجنوبي متجه بالحقيقة. خلوني يا جماعة، خلوني هنا عند الثلاث، خلوني عند الثلاث الجاسمي ناصي، وهنا الدرع بالحقيقة، موقع مميز للغاية، ثلاثية على مقدمة الشوط بقيادة الدرع سعيد بن محمد بن حزيم. الله، يا الدرع مسيطر، الدرع مسيطر، الدرع صامد على المركز الأول. الجاسمي يقترب من عنوان الخطر، الجاسمي يقترب من عنوان الخطر. عبد الله بن حميد بن كعيب هو من يطلق بالحقيقة الجاسمي على ثاني المراكز، ناصي في المركز الثالث، سالم بن خلفان بالعري بالحقيقة. اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة، لحظات الناموس في موقع الناموس بالحقيقة، الذي ينقل لكم هذه الأحداث أولا بأول، إنما نحن في الطيب الحقيقة. الله، يا الدرع، الدرع والجاسمي، الدرع والجاسمي، والمئتين المتر الأخيرة، المئتين المتر الأخيرة اللي يفصلنا عن خط النهاية. الدرعي، الجاسمي، الجاسمي الدرعي، الجاسمي الدرعي، غير الجاسمي من الجانب الثاني، الجاسمي غير من الجانب الثاني، الجاسمي والدرعي في موقع جميل، الموقع المميز، الجاسمي الدرعي، الدرعي والجاسمي. تهانينا والناموس لعبد الله بن حميد بن كعب المركز الثاني، سعيد بن محمد بن حزيم المركز الثالث، سالم بن خلفان بالعري المركز الرابع. المركز الرابع أيها الإخوة، رابع المراكز، يا سلام، للسيد محمد بن مهير بن واسه. المركز الخامس مطرب بن سعيد بن حلوة. تهانينا والناموس لعبد الله بن حميد بن كعيب بمناسبة فوز الجاسمي بالمركز الأول. توقيت الزمن 4 دقائق 34 ثانية، 60 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لعبد الله بن حميد بن كعيب.